يمكن دي المرة مش الوحيدة طبعا على غرار الانتخابات السابقة انه ما فيش انتظار للنتائج، لانه زي ما قلنا ربما بعض المعطيات من اللجان خلاص اوضحت من هو الفائز في هذه الانتخابات. مش هقول على غير المتوقع عشان الكلام ما يكونش كلام مش منطقي. لكن موقع فرانس 24 الاخباري بيقول ان المصريين ادلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي من المتوقع أن يحقق فيها عبد الفتاح السيسي فوزا ساحقا في ظل غياب منافسة حقيقية ما يبقي على أو يبقي على رأس السلطة لست سنوات مقبلة إضافية. أضاف الموقع أنه لم يبدي العديد من المصريين اهتمام يذكر بالانتخابات، وأعربوا عن اعتقادهم بأن الأصوات لن تحدث فارقا يذكر بالرغم من جهود السلطات والمعلقين في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة لحث المواطنين على التصويت انطلاقا من الواجب الوطني. لكن فرانس 24 نقلت عن شخصية حسام وهو شاب يبلغ من العمر 27 عام وهو سائق سيارة، بيقول انه قرفان من البلد لما يكون في انتخابات حقيقية، بيقول حب اروح انتخب، مشيرا الى تدهور ظروفه المعيشية في ظل حكم السيسي المستمر منذ 10 أعوام. الحقيقة انه يمكن يا طارق مسألة انه ان العدد من المصريين لم يبدي اهتمام لهذه الانتخابات لانه شايف ان في النهايه صوته لن يحدث فارق في النتيجه، في النهايه النتيجه محسومه سلفا. والنقطه الثانيه كمان اللي اولى بالذكر هي الشخصيات اللي بتنافس السيسي في هذا السباق. مش هعلق على جمله نبيله عبيد لما قالت هو في حد غيره، بس انا هاخدها منطلق للي عايزه اقوله لك، انه انت لما جبت ناس تنافس في هذه الانتخابات ما جبتش ناس لها شعبيه سياسيه، حتى بعض الشخصيات يعني الناس عارفه مين فريد زهران لكن لم تتعرف عليه بشكل اقرب الا في جلسات الحوار الوطني، وناس كتير قالت كده ان شخصيه فريد زهران نفسها ما كانتش الشخصيه اللي بتجري حوارات كتير على التلفزيون. صحيح، فبالتالي انت مش جايب شخصيات تقدر تقول ان الشخصيات دي شعبيه او سياسيه من الدرجه الاولى او المواطن يستطيع ان هو يختار بين المنافسين بشكل حقيقي. ازاي عبد السند يمامه مثلا رئيس حزب الوفد راجل شخصي نفس المشكله؟ راجل لا، رئيس حزب الوفد. انا بتكلم انه رئيس حزب الوفد، لكن نفس المشكله ان هي مش شخصيات على تماس مع الناس كما كان موجود مثلا مع احمد طنطاوي. ده قصدي ان هي شخصيه نشطه على الساحه، كان برلماني مثلا فعارف المشكلات اللي حاصله، كان في تواصل بينه وبين الناس. مش بتكلم على ان الشخصيه في منصبها الان منصبها عامل ازاي، لكن بتكلم على فكرة الشعبية اللي ممكن تكون موجودة عنده فيخلي المواطن يقدر ينافس على معرفة أو على معطيات حقيقية. يعني نقدر نقول إن دي ناس دي بتطلع من الثبات. صحيح. ثبات شتوي مثلا يطلعوا في الانتخابات. صحيح. يظهروا على الساحة وبعدين يدخلوا تاني. بالظبط. هو ده المشهد للأسف، هو ده المشهد الموقوف لمصر والموجود حاليا، وإحنا بنقول للأسف آسفين طبعا على هذه المشاهد التي صدرت في الإعلام، بتصدر للأسف صورة مصر لما تظهر هذه المشاهد التي تظهر أمام لجان الاقتراع. على كل بغض النظر عن وجهة نظرنا أو الكلام اللي احنا مقتنعين به أو حتى الكلام اللي بنقوله على الشاشة، النظام له وجهة نظر أخرى سواء النظام سياسيا أو حتى من الواجهة الإعلامية. مثلا معنا خبر بيقول لك رئيس لجنة الدفاع النواب بيقول لك الشعب سطر ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية. هذه الخبر نقلا عن جريدة الوطن معانا على الشاشة. النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن اللي هو طبعا تبع السيسي، وجه تحية إعزاز وتقدير للشعب المصري العظيم على وطنيته ووعيه وحرصه على المشاركة والظهور في صورة مشرفة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار الثلاثة أيام الماضية. أكد كمان أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن. الكلام اللي بيقوله أحمد العوضي القنوات كلها المصرية بتقول الكلام ده وبيشيد بهذه المشاركة الواسعة من قطاعات مختلفة من الشعب، وبيقولوا أن هذه النسبة من المشاركة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، وبعضهم ذهب لأبعد من ذلك وقال لك أن هذه أول انتخابات تعددية في تاريخ مصر، وده كلام عزة مصطفى على قناة صدى البلد. للأسف كلها معلومات مغلوطة. يعني لو هنتكلم عن المشاركة قدام اللجان، في ناس احنا شفناها قدام اللجان، لكن يمكن بعض الوكالات المستقلة طلعت النسب اللي هنتكلم عليها بعد شوية نسب حقيقية في الانتخابات غير النسبة اللي قالت عليها الهيئة العليا للانتخابات في ثاني يوم انها 45%، واللي قال عليها علي جمعة في أول يوم انها 40 أو كسرت ال 45%. في كلمة محتاج أعلق عليها قالها أحمد العوضي،
قال لك على صورة مشرفة أمام اللجان. أنا بس بتساءل عن هذه الصورة المشرفة. الصورة المشرفة اللي اتنقلت لنا من قدام اللجان إن الناس بترقص ورأس مبتذل يعني. والصورة اللي اتنقلت من قدام اللجان إن الناس بتوزع أجهزة كهربائية مثلا على الناس اللي بيصوتوا للسيسي زي ما حصل في المنصورة، أو بيوزعوا على الناس سكر زي ما حصل في الصعيد، أو بيوعدوا الناس وعود معينة. الصورة اللي صدرت إن تم حشد الناس، وده كلام من الواقع من الشارع في مصر، الناس اللي هم الموظفين، وتم حشد بتوع تكافل وكرم اللي هم بياخدوا المعاش اللي هو 400 أو 500 جنيه علشان يصوتوا في الانتخابات. تم حشد كبار السن، تم استغلال الفقراء في هذه الانتخابات. لكن لو هنتكلم على الشباب الحقيقي المصري بغض النظر عن الصور اللي احنا بنشوفها على الشاشات، لا، الشباب المصري الحقيقي ما خرجش في هذه الانتخابات ولم يشارك بهذه الكثافة التي تتحدثون عنها أو تريدون أن تصدروها للمشهد العام. في كلام كمان لمحمود فوزي، خليني أروح استكمالا للي أنت قلته طارق وموضوع الصورة المشرفة. بكلم أنا وطارق تحت الهوى أنه تم صياغة مشهد معين أو سيناريو معين ليتم تداول هذا السيناريو تقريبا في كل المحطات الإخبارية أو القنوات التلفزيونية بشكل عام وحتى الصحف والمواقع، وهو إن كان في إقبال كثيف وده عكس الموجود على أرض الواقع وده اللي هتعكسه الأرقام في الأجزاء القادمة من الحلقة. لكن خليني أروح للمستشار محمود فوزي وهو رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي. بيقول إن نتائج عمليات التصويت تؤكد تقدير الشعب لمجهودات السيسي على مدار السنوات التسعة الماضية، وقال إن التصويت بيوضح إن بوصلة الشعب المصري كانت سليمة، وقال هذا الرجل المخلص كان يعمل تحت قصف شديد وأكاذيب كبيرة وجهل أحيانا، لكنه لم يكترث لأي هذه المحبطات واستمر في العمل وراهن على وعي وذكاء الشعب المصري. وبيقول كمان فوزي بالبعد الأخلاقي للقيادة السياسية والتي تجلت بكثير من المواقف والرسائل. بيقول السيسي كان يؤدي العمل بما يملي عليه الواجب والضمير من واقع صفته العسكرية، ويميل دائما إلى التنفيذ الدقيق والصامت ويدع النتائج على الله. الحقيقة أنه يعني طبيعي مسؤول الحملة يقول هذا الكلام، لكن مش الطبيعي أن نتاج الانتخابات الحالية هي نتاج بوصلة الشعب المصري، هذا الشعب اللي لم يشارك نصفه أو نصفه حتى في هذه الانتخابات. وحتى من شارك، يعني احنا شفنا مشاهد كتيرة وشفنا تسجيلات صوتية كتيرة، وسيبنا بقى من كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي واللي احنا حتى بنقوله هنا، روح كده للأقارب وروح للأهالي وروح للناس اللي شغالة في العمل العام وفي القطاع العام، وشوف هل هم فعلاً استلموا أي رسائل بتقول لهم إن أنتوا لو ما جيتوش انتخبتوا وإيديكوا كانت موجودة في الحبر وتأكدنا إن أنتوا انتخبتوا إن أنتوا سيتم خصم هذه أو ثلاث أيام من العمل ولا لأ. نروح لقرايبنا وأصحابنا وأهلنا والناس اللي شغالة في هذا القطاع ونسأل بعيداً عن كل ما ينشر على المواقع أو على القنوات التلفزيونية، عشان ما حدش يقول إن هذه أو هذه الكلمات مجرد أكاذيب أو افتراء. أما بالنسبة لفكرة الإنجازات والواجب الوطني، فأي دولة في العالم بيبقى في حاجة اسمها تقييم بعد الفترة الرئاسية الأولى، تقييم النتائج، تقييم سنوات الحكم، هل هذا الشخص قدر إن هو يعمل إيه في القطاع الفلاني والقطاع كذا والقطاع كذا، هل استطاع إن هو يحقق نتائج اقتصادية مهمة، هل قدر يعمل تعددية سياسية، هل قدر إن هو يوفر احتياج المواطن في الأسواق، هل المجتمع في حالة اجتماعية وأخلاقية مرنة، في حالة سليمة وسوية وصحية، هل القطاع الصحي قطاع سليم؟ هل قطاع التعليم يعمل كما ينبغي؟ تقييم هذه المرحلة بيتم بعد انتهاء الفترة الأولى. لكن بعد كل السنين دي وإحنا بنقول عندنا مشاكل والمشاكل بتتكاثر مع الوقت مش بتنتهي، وفي النهاية نيجي نقول إن هذه الانتخابات هي نتاج بوصلة الشعب، أعتقد أنه لا تعليق على هذه الكلمات يا طارق. في موظف في لجنة من اللجان كلمته فقال لي ان في سيدة دخلت تصوت في الانتخابات، وده مجرد نموذج طبعا، فبعد ما صوتت وحطت صباحها في الحبر السري، سيدة قبطية، قالت له هو فين الحاجات اللي بتوزعوها؟ ده داخل اللجنة من جوه. لا لا يا حاجة، الحاجات مش عندنا، الحاجات بره، اللي وعدوكي بره هيدوكي الحاجة، اطلعي شوفيهم بقى عشان يدوكي الحاجة. ده مشهد من ضمن المشاهد اللي حصلت في الانتخابات واللي اكيد اتكرر هو او غيره كتير في هذه الانتخابات، لكن لم يصدر في الإعلام. لو أرجع تاني الكلام المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية والكلام اللي ساقه وقاله عن أن السيسي يعمل إنجازات وأن إحنا لازم نكمل الإنجازات وأن الناس حابة السيسي وبلا بلا،
انا اصدقه ازاي محمود فوزي بعيدا عن السيسي خالص، اصدقه ازاي هو قال معلومات قبل كده في الحمله الانتخابيه كانت معلومات خاطئه. اقول لكم مثالين، زي لما قال مثلا على نسبه الشباب في مصر 60% او اكثر من 60%، وطلعت من الاحصائيات الرسميه نقل عن جهاز التعبئه والاحصاء بيقول لك ان 21 او 22% نسبه الشباب في مصر. قال لك الرقعه الزراعيه زادت في عهد عبد الفتاح السيسي لملايين الافدنه، طلع ان هي زادت 900 الف فدان في 9 سنين بس. هو الكلام ده هو قاله، قال لك ان مساحه مصر زادت من 7% ل 14%، اتضح ان مساحه مصر مساحه اللي الناس سكناها يعني في مصر طلع ان المساحه 6.8% حسب الجهاز برضه المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. انا صدقه ازاي بقى في الكلام اللي بيسوقه دلوقتي وبيقوله؟ انا بس عايز اكد لحضراتكم انه كلام مجرد كلام، وانتم اكيد عارفين ان هو مجرد كلام بيصدر علشان هو الكلام اللي بيبيع، زي ما كانت الناس بتيجي قدام اللجان ويحاولوا يرشوا الناس يدوا 200 جنيه 300 جنيه ويقول ارقص او قول يحيى السيسي او قول مش عارف ايه او قول اي حاجه، ويطلع على هذا الاساس احمد موسى ويطلع عمرو اديب ويطلع نشأة الديه وتطلع عزه مصطفى ويطلع كلهم في الاعلام ولميس الحديد وكلهم كلهم يطلعوا يتكلموا يقول لك نسبه المشاركه في هذه الانتخابات كانت عاليه. الطبيعي انك تلاقي دول بيطبلوا للسيسي، لكن اللي مش طبيعي انك تلاقي استاذ علوم سياسيه للاسف كان في يوم من الايام رمز من الرموز السياسيه الهامه في مصر يتكلم ويطبل، زي الدكتور عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسيه اللي قال لك ان النسبه المرتفعه لمشاركه المواطنين في انتخابات الرئاسه 2024 مؤشر جيد للحياه السياسيه في مصر، واضاف ان الهيئه الوطنيه للانتخابات اعلنت ان نسبه المشاركه تخطت 45% في اليوم الثاني مرجحا ان تتجاوز النسبه 50% في اليوم الثالث، ولفت الى ان النسبه المرتفعه تؤكد اهتمام المواطنين بما يحدث في مصر ويعكس درجه من التماسك امام المشهدين الاقليمي والدولي كما يضفي المزيد من الاستقرار على الحياه السياسيه، وذكر ان المواطن سيتابع ما يحدث بعد الانتخابات وعقب هناك ملفات داخلية كثيرة واقتصادية شديدة الأهمية، والانتخابات تبعث برسالة تؤكد المتابعة وعدم الاتكال أن الأمور ستدار بعيدا عن اهتمامات المواطن. أنا بس بدعو حضراتكم أن في حلقة لأحمد موسى أول امبارح كانت النهاردة 13، الحلقة كانت يوم 11، نفس الكلام اللي قاله عمرو حمزاوي قاله أحمد موسى، قال لك أن نسبة المشاركة زي ما قالت الهيئة العليا للانتخابات تخطت 45% في أول تاني يوم، ولكن النسبة هتتخطى ال 50%، وقال برضو يا هدير ان الكلام ده يعكس ان الناس مشاركة في الحياة السياسية وان ده شيء ايجابي، نفس الكلام بنفس المفردات اللي بيتقال سواء على لسان استاذ العلوم السياسية او حتى على لسان الاعلاميين في مصر. لكن الغريب ان المشاركة المفروض تترجم على هيئة ارقام، المفروض يعني كم من نسبة الشعب المصري او اللي يحق لهم الانتخاب هم اللي انتخبوا، من نسبة وتناسب بنعرف انه هل النسبة كانت كبيرة، كان في اقبال كثيف، كان في تعددية، كان في أطياف مختلفة ذهبت إلى هذه الانتخابات عن رضا وبقرار شخصي ولا لا، مش عن طريق تصريحات قد تكون مستهلكة أو لها أبعاد أخرى غير الحقيقة. لكن كرد على كلام حمزاوي بخصوص ما سيراه المواطن بعد الانتخابات، الحقيقة أن كل الناس العقلة المطلعة عارفة أنه بعد الانتخابات حيكون في تغيرات أشد صعوبة، سواء كان في الوضع الاقتصادي أو في موضوع العملة المحلية أو في زيادة الأسعار أو في نمط الحياة السياسية بشكل عام.